طيب النهاردة احنا هنتكلم على تنسر فلو، هناخد انترودكشن كده عنه وهنشوف يعني كرييشن كده او امبلمنتيشن بسيط على النيورال نتورك. تمام كده، فاحنا كده بنتكلم في اول حاجة خالص في تنسر فلو. في انا واقف دلوقتي عادي على درايف، يعني ده كده درايف مثلا بتاع عادي من جوجل، وعايز افتح الفايل ده الاكستنشن بتاعه اي بي واي ان بي اللي هو فايل بايثون عادي، عايز افتحه على كولاب. كولاب هو من جوجل، اب كده من جوجل اللي عاملاه علشان بتساعدنا ان احنا ايه نران الالجوريزم المختلفة للماشين ليرنينج والديب ليرنينج عليه. إيه زي ما اتكلمنا في الاول ان هو بيدينا ايه، بيدينا زي ستورج سواء كانت في السي بي يو او في الجي بي يو بتكون عالية شوية، وده بيساعدنا لو احنا ما عندناش ديفايس قوي، لا احنا بنشتغل ايه بنشتغل وبنران عليه، فده بيسهل ايه او بيقلل التايمينج بروسيسنج بتاعي. تمام، فانا عايز افتح الفايل اللي اسمه مثلا تنسر فلو فاندامنتال، كليك يمين مثلا واوبن ويز زي اكن اي فايل عادي بيتفتح. انا دلوقتي مثلا اكمني عامل كولاب اب عادي من درايف، طبعا عندي على برضه درايف اللي هو جوجل كولاب، وبقوم جاي فاتحه، فده بيفتح لي ايه الفايل بتاعي. ممكن لو اي حد عايز يجرب، تمام يعني لو اي حد يجرب معانا كده انا فتحت ايه جوجل كولاب الخاص بيا. خلينا ده كده الفايل اللي انا هشتغل فيه، بس هو في الاول بيكون عبارة عن ايه. لو احنا جينا هنا مجموعة من السيل بالشكل ده كده، زي لما كنا بنشرح على اناكوندا على جوبيتر بالظبط، هي بتبقى مجموعة من السيل وانت بتبدأ تكتب في السيل وتران السيل وبتشوف الخارج ايه الخارج تحتها. طيب لسه انا دلوقتي مش كونكت باي حاجه خالص، لا انا كونكت باللوكال ماشين ولا كونكت بالسيرفر الخاص بايه بكولاب، فبتروح تختار هنا ايه كونكت. طب هو كده توصل ايه بقى كونكت بيك، بس انت عايز نعرف انت متصل سي بي يو ولا جي بي يو ولا باللوكال ماشين بتاعتك. لو جيت هنا على الران تايم وجينا نقول ايه change run time type، فهنا هاردوير اكسلريتور احنا مختارينها نان، هنا معناها ان هي سي بي يو. لو جينا نخليها الجي بي يو هتختارها بس ايه هيران من جديد، يعني هيكونكت من جديد، هيبقى اي حاجة انت كنت عامل لها ران ملغية او مش شايفها محتاج تعمل لها ران ايه من جديد. لو جيت تختار التي بي يو وتعمل سيف نفس الحكاية برضو، اكنه مش شايف اللي قبله، مش شايف اي حاجه انت عملت لها ران قبل كده، ويبدا ايه ويبدا من جديد. واضح يا باشمهندسين؟ واضح يا شباب؟ تمام. طيب انا دلوقتي عايز اتصل ايه بنان، انا متصل عادي بالسي بي يو، فالسي بي يو بيديك تايمنج اكبر وبيعمل ديسكونكت لو انت اوريدي ما استخدمتهوش، يعني لو احنا سايبينه دلوقتي مفتوح وقعدنا مثلا وما استخدمناش وما عملناش رون لاي حاجه، هو بيبقى شغال فتره مثلا تايمنج معينه وبعد كده بيفصل تاني. طب لو انت شغال الجي بي يو هيشتغل فتره اقل، هو نفسه بيديك زي تحذير كده بيقول لك ان انت مستخدم الجي بي يو، انت محتاج تستخدمه ولا تروح تشتغل على السي بي يو افضل عشان توفر التايمينج. تمام، فانا دلوقتي هعمل سيفنج. خد بالك هنا بيقول لك ايه ان انت ابجريد تو كولاب برو. كولاب برو ده خاص بالريسيرشر، ده لو انت خدته بتدفع فلوس في الشهر مثلا بالدولار، بس بيديك الامكانيات اعلى شويه. فانا هنا نانو هعمل سيف. انا كده ايه كولاب العادي، يعني اللي هو بتاع الريسيرش، لا ده بتاع الستودنت العادي اللي انت واخده فور فري. بس لو جينا نشوف الامكانيات هنا هنلاقي ان هو بايثون 3 جوجل انجن محرك بحث جوجل، الرام بتبقى عبارة عن كام، والديسك الرامات هنا تعتبر 12 جيجا يا شباب، ويعتبر مدين الديسك 107 جيجا. تمام كده، طيب قلنا دلوقتي لو احنا عايزين احنا دلوقتي ايه متصلين عادي بالسي بي يو، لو جينا نعمل اي كوماند او كتبناه هيران المفروض ايه معايا. زي لو جيت اعمل مثلا اي حاجه، يعني مثلا هنا اقول ايه
import TensorFlow as TF مثلا، انا عايز اشوفه عم يتسطب معايا ولا لا. لو جيت وقفت كده هلاقيه بايه، بيكمل هو اوريدي معايا. يبقى هنا مش زي جوبيتر، جوبيتر كنت بتضطر تكمل بايدك، لا هنا بيجيب لك ايه الكلمه نفسها هي بتكمل معاك. ففي البدايه حاول تكتب انت الكلمه علشان حاجه ايه تثبت بس معاك، ان انت ما تستخدمش ايه السمارت كيورد. فهنا انا هستخدم ايه import TensorFlow as TF. وعايز اشوف الفيرجن بتاعتي ايه، فيرجن كام، ورن بترن بقى من كنترول انتر، او ان انت بتدوس ران هنا كده ران سيل او كنترول انتر. تمام كده يا باشمهندسين. فهنا انا النسخه بتاعه تنسر فلول اللي عندي او الفيرجن اللي موجوده معايا هي 2.7. طيب نيجي نمسح السيل دي، نمسح مثلا من هنا، وبيدي لك اوبشن ان انت تمسح ديليت سيل او ان انت اب اور داون ايه ذا سيل. في اوبشن تانية ان انت هتستخدم السيل دي هي از كود، يعني ان انت تكتب فيها كود ولا عايز تكتب فيها كلام زي اللي انا كاتبه ده كده. طيب تعالى نمسح السيل الاول، تمام كده، ونشوف بقى يعني ايه تنسر فلو. تنسر فلو ده اوبن سورس فريم ورك خاص بالماشين ليرنينج، ده موجود فيه لايبرارز كتيرة جدا، ده بيسهل لي في كتابة الكود بتاعي، كل حاجة امبلمنت جواه زي ما احنا هنشوف دلوقتي. بدل ما انت كنت هتعمل الحاجة فروم سكراتش، لا بقت الحاجة موجودة جاهزة معاك، جاست بس ان انت ايه تستدعيها، وان انت ايه تلينك ما بين الكوماندز المختلفة علشان تقدر ايه تعمل امبلمنتيشن لنتورك معينة. ليه بنستخدم تنسر فلو؟ تنسر فلو هو تابع لشركة جوجل، كان فيه مثلا حاجة زي باي تورش طبعا مثلا الفيسبوك. على حسب مثلا ما انت هتشتغل برضو الاتنين يعتبروا مقاربين لبعض، في ناس بتشتغل بتنسر فلو وناس بتشتغل في باي تورش، سواء كان في الاندستري او كان في الريسيرش، فزي ما انت عايز تشتغل ايه هتشتغل. هنا تنسر فلو مثلا هم عاملين زي ما قلنا جوجل كولاب، تقدر ان انت تشتغل عليه، عاملين لايبرارز كتيرة جدا كويسة. ونفس الحكاية برضو في بايتورش، هم عاملين نفس اللي عملوا تنسر فلو عاملها ايه بايتورش. تمام كده هنشوف دلوقتي ان احنا انترودكشن بسيطة عن تنسر فلو، ازاي بقى ان انا مثلا اضرب تو ماتريكس، الفرق ما بين الماتريكس والفيكتور، الفرق ما بين كونست وفاريبل في تنسر فلو، الفرق ما بين تنسر ونمبا يعني ايه تنسر، تمام، ازاي استخدم الجي بي يو. دي الحاجات اللي احنا عايزين ايه نمر عليها بسرعة كده في الانترودكشن اللي موجودة معانا. طيب الكلام مكتوب بس يعني تبعية بقى للسهولة. فهنا انا بعمل اول حاجة ايه import TensorFlow as tf brand tf dot underscore underscore version underscore underscore. تمام هنا انا عايز اشوف الفيرجن اللي انت شغال عليه، خد بالك برضو عشان تبقى عارف، هنا انا شغال على فيرجن اعلى من 2، لو انت شغال ممكن على فيرجن اقل من 2 ممكن يدي لك ايه ايرور في بعض الكود اللي انت لما تيجي تعمل لها رن. هو مش بيدي ايرور عشان حاجه، بيبقى في اختلاف بسيط ما بين الفيرجن والتانية. يعني مثلا يعني هنا ايه لو جينا على الكوماند ده سكيلر بيساوي تي اف دوت كونستانت، كونستانت هنا انا مدي له كام 7. تمام ممكن تلاقي كانت في الفيرجن اللي انا هنا شغال زي ما قلنا فيرجن 2.7، ممكن تلاقي كان في فيرجن مثلا 1.8 كان بيستخدم كونستانت هنا ايه السي كابيتال مثلا، فهتلاقي في اختلافات بسيطه ما بين الفيرجن والثانيه، فانت بتحتاج ايه تحلها. طيب اعرف ازاي الايرور ده؟ يعني هنا انا مثلا ايه رن عملت رن للكود ده كده فاداني ان انا شغال 2.7. تمام طيب انا دلوقتي اول حاجه بقى كونستانت بشوف، اول حاجه يبقى انا مش هستخدم كل مره كلمه تنسر فلو، لا انا هستخدم تي اف. يبقى لما قلت تي اف دوت كونستانت واديها رقم 7 يبقى كده السكيلر بقى فيه كام؟ بقى فيه 7. طيب ناخد بالنا هنا كونستانت ده عباره عن فانكشن بيلت ان فانكشن موجوده جوه تنسر فلو، شفت انا واقف عليها فجاب لي ايه الفانكشن نفسها. الفانكشن دي بتاخد الفاليو، بتاخد الداتا تايب، بتاخد الشيب، بتاخد النيم. عادي ما تديهاش الداتا تايب، هو قايل لك نون، عادي ما تديهاش الشيب والنيم نفس الحكايه، مش شرط هو اوريدي ايه كونستانت. تمام فانت محتاج تاخد ايه تاخد الفاليو. طب طالما انا عرفتها قيمه ثابته وسكيلر، فمعنى كده لو جيت رن
فهو لسه ملهاش اي شيب. الداتا تايب انتجر 32 وبيقول لي النمباي ب 7، معنى ان هي نمباي از سكيلر، يعني ان هي بتاخد ايه از فاليو ايه 7. تمام كده. طيب هل ينفع اغيرها؟ ينفع اعدل عليها؟ لا، في الكونستنت ما ينفعش تعدل عليه، فكده الرقم ايه؟ هو الرقم ثابت. طب لو انا كنت خليتها مثلا السي كابيتال وجيت ارن ومديني ايرور، خلاص انا مش عارف بقى الحاجه اللي انا كتبتها دي صح ولا غلط. مثلا هاز نو اتريبيوت كونستانت والسي كابيتال، فهو انا سيرش ايه ستاك اوفر فلو، فبتروح تبحث بيجيب لك ايه الايرور اللي انت ايه اشتغلت عليه، او الايرور اللي طلع لك ده كان سببه ايه. فاحنا هنروح نخلي ايه السي زي ما هي بقى ايه ونرن. تمام كده. او حتى لو جيت عملتها مش سكيلر، لو جيت قلنا برنت هي هياها، بس انا هقولها لكم، فهنا تي اف دوت تنسر ومديني الرقم 7، الشيب ملوش اي حاجه، الداتا طيب ايه انتجر 32. لو كنت جيت تقول برضو انا عايز اشوف الشيب بتاعه كام، كده تب استخدام تي اف، او هنقول هنا سكيلر دوت شيب نرن. سوري، فانا ما في ملهاش اي شيب، هي سكيلر. طب السكيلر بياخد شيب ايه؟ بياخد الزيرو، لسه ملوش اي حاجه خالص. هنشوف برضو الكلام ده دلوقتي. طب الان دايمنشن الخاص بيه ملوش برضو اي ابعاد، بياخد ايه زيرو. تمام. طيب الفيكتور، لو انا معرف هنا الفيكتور يبقى انا عندي السكيلر والفيكتور والماتريكس اللي هو في الشكل اللي قدامي ده كده يا باشمهندس. ادي السكيلر هو رقم عادي ملوش اي دايمنشن، ملوش اي شيب. الفيكتور اما اذا كان فيرتيكال او هوريزونتال، تمام، اذا كان عمودي او افقي، هنا بقى بياخد ايه؟ بياخد دايمنشن وبياخد ايه؟ وبياخد شيب. طب الماتريكس نفس الحكايه، لها دايمنشن ولا شيب. طب التنسر، لا التنسر ده حاجه اكبر من الماتريكس، هو اوريدي بيحتوي على ماتريكس ايه جواه. تمام. طيب الفرق ما بين تنسر وما بين نمباي، يعني معنى كده ان اللي بتعمله نمباي هي اللي بتعمله تنسر. إيه نمباي هي بتتعامل مع الماتريكس اخرها بس ماتريكس، لكن هي ايه ما تقدرش تتعامل مع التنسر. يبقى التنسر هو اشمل واعم من النمباي. تمام كده، واضح يا باشمهندسين؟ واضح يا شباب؟ حد اي سؤال؟ لحظة واحدة.
حد لا اي سؤال يا شباب؟ تمام يعني لحد الان تمام. تمام. طيب ده كده بالنسبة للفيكتور زي ما قلنا. لقيت الشيب بتاعه كام؟ عبارة عن كام يا باشمهندسين؟ هو بيقول لك اتنين كأنه اتنين في واحد يعني، بس هو هنا بيكتبش ايه الواحد. تمام كده؟ طب الـ dimension، الفيكتور دايما بياخد dimension ايه؟ dimension 1. طب الماتريكس، الماتريكس عادي بقى، انت بتكريت ماتريكس عادية، هي 2 فيكتور، هنا واخدة الشيب 2 في 2، الدايمنشن بتاعها كام؟ 2. تمام. التنسور بياخد ان دايمنشن مثلا ان لحد ان عادي، يعني زي ما انت عايز تديله براحتك. يبقى ده كده بالنسبة للكونستانت. وزي ما قلنا الكونستانت هي بتاخد ايه في الفانكشن بتاعتها؟ تاخد الفاليو، الفاليو ديت اللي انت بتدخلها سواء كانت قيمة as a scalar as a vector as a matrix، إيه، وبتاخد الداتا تايب لو انت عايز تغير التايب. لو كنا زي ما احنا بنقول شفت هنا بتاخد ايه الداتا تايب، هي باي ديفولت هي نان ان انت مش بتحددها، بس هنا احنا مغيرينها مخليين داتا تايب بتساوي ايه تي اف دوت فلوت 16. هي باي ديفولت كانت بتطلع معانا كام بدون ما نغيرها؟ كام؟ انتجر 32. طيب هنا احنا مغيرينها مخليينها كام؟ تي اف دوت فلوت 16. تمام كده؟ وترون كده الشيب كام؟ 1 2 3 3 × 2. طيب الدايمنشن ب2، نفس الحكاية برضه في اللي بعدها، بس اللي بعدها أنا كبرت إيه؟ كبرت الماتريكس بقت عبارة عن كام في كام؟ الشيب تلات في كام في كام في كام؟ أنا وأنا تلاتة في اتنين في تلاتة، التلاتة الأولى ديت لإيه والاتنين والتلاتة؟ بس الاتنين سيبك من الأول، واحدة دي هنسيبها دلوقتي. هو خلينا نقول اتنين في تلاتة، اتنين في تلاتة دي بتاعت إيه؟ هما هنا كأنهم عبارة عن كام ماتريكس؟ أدا واحد، أدا اتنين اللي هي بتبدأ من 7، واللي بتبدأ من 13، واللي بعدها 16، دي كده واحدة. يعني واحد اللي هو الفيكتور اللي هو 1 2 3، والفيكتور 4 5 6، ده كده كأنها ماتريكس. 7 8 9 10 11 12 متر، 13 14 15 16 17 18 متر. يبقى كأنها كده كام؟ 2 اللي هي الأولى، يعني 2 في كام؟ في 3، صح كده؟ وهم كام واحدة؟ 3. يبقى حتى محددها أول 3 أقواس اللي هم إيه؟ الأولانيين دول كده. فعشان كده بيطلع الشيب بتاعي كام؟ 3 في 2 في 3. الداتا تايب باي ديفولت انتجر 32. تمام كده؟ وبيبقى لي إيه الأري اللي أنا إيه كاتبها. والدايمنشن الخاص بيه 3. طيب انا عندي السكيلر والفيكتور والماتريكس والتنسر، وده عرفنا ايه الفرق، ايه الفرق ما بينهم. هنا انا عندي رقم 3، يعني مثلا لو انت شغال مثلا في الايمج او في حاجه مثلا اكبر شويه، وطلع لك الدايمنشن 224 في 3 في 32. 224 و224 ده التو دايمنشن، ده الطول والعرض. تمام، ان بيكسل. تمام كده، اللي هي ابعاد السرعه عادي بتاعتنا. طب الثالثه ديت عباره عن ايه؟ لو كلر ايمج، فانت كده اي كلر ايمج بتبقى عباره عن 3 ايه 3 شانل، ليها ريد جرين بلو.
ثلاث الوان تقوم من اللون الريد والجرين والبلو، ده تاخدها في الايمج بروسيسنج ممكن الترم الجاي او السنه الجايه الترم الاول على حسب الماده اللي انتوا هتاخدوها يعني. تمام كده. طب ال 32 كان عايز اجهز الصوره ديت في الكونفليوشنال، هتاخدها حتى في الكونفليوشنال نيورال نتورك، كانك عايز تخلي الصوره بتاعتك الكبيره مجموعه من الصور حجمها اصغر وموجوده ايه كلها ورا بعض، هتدخلها ايه باي باتش، باتش سايز 32. تمام كده يا باشمهندسين، واضح؟ تمام يا باشمهندس. حد لأي سؤال؟ تمام، يبقى كده عرفنا الفرق ما بين السكيلر، الفيكتور، الماتريكس، التنسور. تنسور مختلف عن الكونستانت، انا قلت الكونستانت مش هتقدر تغير في القيمه بتاعته، لكن الفاريبل لا، هتقدر ان انت ايه تعدل جواه، تعدل في القيم بتاعته. حاجه مثلا زي كده نفس الحكايه بقى، بس الفاريبل هنا اول حرف من كلمه فاريبل هي كابيتال. يعني مثلا هنا لو انا جيت اقول مثلا هنا ايه، دوت فاريبل، واديته مثلا رقم مثلا، او خلينا نقول نديله فيكتور 1 و2 كده، المفروض يران معايا ايه ونقول له ايه اطبع لي فار 1، طبع لي ايرور. ليه؟ هو مش شايف الموديل اللي اسمه ايه فاريبل. ليه مش شايفه؟ لان انا مخلي اول حرف من فاريبل سمول، وهو عايز اول حرف من فاريبل ايه كابيتال. يبقى كده ايه، طبعا اللي هو الاري اللي اسمها 1 و2 از فيكتور، الداتا تايب باي ديفولت 32، الشيب هنا كام 2. تمام، يعني معنى كده ان هو زي ما قلت لك لازم تكون كاتب الاسم صحيح. نفس الحكايه في الفاريبل از كلاس، هو واخدها ان هي بيديها انيشال فاليو، هنا نان انت اللي هتعرفها. نفس الكلام اللي كنا بنتكلمه زي التنسر بالظبط، زي الكونستانت بالظبط. تمام، بس هنا الفرق ما بين فاريبل وكونستانت ان الفاريبل هتقدر تعدل في القيمه جواه، لكن الكونستانت مش تقدر تعدل في القيمه جواه. فهنا تشينجبل تنسر ان انا اقدر اعدل في القيمه اللي هي بتاعه الفاريبل، ان تشينجبل تنسر اللي هو الكونستانت مش هقدر اعدل ايه في القيمه، واطبع الاثنين عادي بلاقيهم يعتبروا زي بعض، مفيش اي مثلا اختلاف، نفس الداتا تايب الفاليو، الفكره بس ان انا بقدر اعدل هنا ما اقدرش اعدل ايه في التاني. طيب عشان تعدل مثلا في القيمه، يعني لو قلنا انا مثلا تشينجبل تنسر وعايز اعدل في اول قيمه فيه، انا هنا كان عندي فيكتور واخد يعني هنا بياخد الاندكس 0 اللي هي 10 بتاخد اندكس 0 وال7 بتاخد اندكس ايه اندكس 1. طيب بتعدل باستخدام ايه؟ لو رحت تعدل دايركت كده هيدي لك ايرور. طيب ايه الحل؟ ان انت في تشينجبل تنسر 0 بتحط ايه دوت اساين وتخليها مثلا ايه اي قيمه انت عايزها، يبقى معنى كده هيطبع لي ويشيل ال10 ويخليها بكام؟ هيخلي بكام يا شباب؟ المفروض يطلع كام؟ طبعا. طب كده المفروض يطبع كام؟ التنسر كله هيطلع كام؟ عشرة واثنين. عشرة واثنين، تمام كده. يبقى في زيرو انت غيرت في الاندكس الاولاني، في واحد غيرت فين؟ في الاندكس الثاني. تمام، تمام. لما جينا نغير هنا في التنسر الخاص بالكونستانت اداني ايه ايرور، لان زي ما قلنا ما ينفعش اغير فين في الكونستانت. طيب ايه فايدة الراندوم بقى؟ لو انا عايز اعمل دلوقتي ايه كرييشن لاي راندوم داتا، ليه انا بحتاج اعمل الراندوم دي كده؟ كأنها النيورال نتوركس الخاصة بيك. تمام،
في البداية انت عندك مجموعة من الايمجز، والايمجز هنا هي اللي بتطلع منها الفيتشرز اللي هي ايه الاكس الانبوتس الخاصة بيك. طب الانبوتس دي زي ما قلنا بيكون لها ويت، هي اللي هتحدد لي الفيتشر ديت اذا كانت انهي واحدة كانت تاخد اهمية اكتر من التانية، تمام؟ هي اللي بناء عليها بقعد اعمل ايه، يعني عايز لو انا مثلا بعمل ايه ريكوجنيشن او باترن ريكوجنيشن لحاجه معينه مثلا للواجهه ولا كده، انا بقول مثلا ان البكسل الخاصه بالعين تاخد اهميه اكثر من البكسل مثلا اللي جنبها. طب الويتس هي اللي بتحدد الكلام ده كله. طب بجيب الويتس منين، هي بتيجي منين؟ بجيبها من البدايه مثلا از راندوم. طب راندوم ديت بعمل لها كرييشن ازاي؟ برضه بتنثر في لوج وايل لايبراري اللي اسمها راندوم دوت جنريشن دوت فروم سيد. فروم سيد هنا هي بتاخد رقم، الرقم ده براحتك انت، انا هنا مثلا 42 واحد زيرو زي ما انت عايز تديه. طب فايدة الرقم اللي انت بتديه ايه؟ هنا راندم في كل مرة هيتغير، يعني لو احنا ما كناش استخدمنا الرقم ده كده 42 او انا مثلا عامله 42 انت جيت تعمله خليته 40 خليته اي رقم، الداتا بتاعتك هتطلع غير الداتا بتاعتي. طب لو انت خليته 42 يبقى الداتا بتاعتك هتطلع زي الداتا بتاعتي، تمام؟ لو حد جربها عنده هيلاقيها كده. يبقى في كل مرة احنا بنديها رقم مثلا ثابت في اللي هي from seed هنا او random.generator.fromSeed علشان اخلي ايه الراندومستي اللي بتطلع بتاخد نفس ايه تاخد نفس القيم كل مرة، ما تقعدش ان هي ايه تتغير. يعني لو انت شغال في بروجكت كبير ما انتش عايز النتائج كل شوية تتغير، يعني كل ما تيجي تعمل ران كل ما النتائج تطلع لك نتائج جديدة، لا انا خلاص عملت جنريشن لمجموعة الويتس اللي موجودة معايا، فعايز ان هي تفضل ايه نفس القيم دي هي اللي ثابتة ومكملة معايا على طول ايه على طول البرنامج بتاعي. طيب انت هنا عملت random.seed ب 42 وخدت random1.normal علشان تطلع ايه الشبه هنا 3 في 2، تمام؟ ده واحدة جديدة اللي هي random1 وrandom2 نفس الحكاية ب 42 و 3 في 2، وعايز تشوف هما بيساووا بعض ولا لا. ما احنا هنا قلنا ايه لو انا مديها نفس الرقم المفروض هيطلع له بيساووا بعض. يبقى لو جيت اطبع دلوقتي ايه random1 وrandom2 وهل random1 equal random2 ولا لا، لو جينا نرن ده كده راندوم ايه راندوم 1. لو جينا مثلا نقول برنت عشان نفصل مش خليها زي ما هي عادي، انا راندوم 1 اللي هي الاولى واخده ارقام ايه اللي از ماتريكس 3 في 2 ماينس 7 من 10 ماينس 6 من 100 وهكذا. طيب اللي بعدها اللي راندوم 2 واخده برضو ماينس 7 من 10 ماينس كام 6 من 100 وهكذا. هل راندوم 1 بيساوي يساوي راندوم 2؟ فبياخد اول element هنا ويقارنه باول element هنا لقى true، تاني element بتاني element وهكذا، يقعد يقارن ايه element by element ويطلع ايه سواء true او false. طب لو جينا نغير في الرقم ده، يعني لو خلينا مثلا ايه 43 ونرن لها ايه ان هي false، النتيجة كده اختلف. اللي طلع من random 1 زي القيم ايه الاولانية اللي طلعت معايا. طب والقيم التانية اللي طلع من random 2؟ لا ده انا غيرت دلوقتي ايه الرقم اللي واخده اللي هي السيد هنا، فبالتالي طلع الارقام جوه راندوم 2 مختلفه، جوه الماتريكس اللي طالعه مختلفه. طب لو جيت تغيره بدل 43 نخليه 40 نرن هنلاقي طلع لي ايه ارقام تانية مختلفه، تمام كده يا باشمهندسين؟ لو جينا نرجعه 42 لا انا طلع لي ايه نفس الارقام، تمام؟ فاهمين بنستخدم دلوقتي راندوم ليه؟ نفس الحكايه بقى زي ما قلنا إيه، انا عندي دلوقتي راندوم 3 واخده برده 42، فبالتالي لو طلعت ب 42 وجانا نبرنت هنلاقي ان راندوم 1 ايكوال راندوم 2 ايكوال ايه ايكوال نمبر 3. طب لو نمبر 4 وغيرت هنا في الرقم اللي فروم سيد وديت رقم مختلف وجينا نطبع مثلا الشيب ايا كان بقى انت عايز 3 في 4 2 في 3 3 في 2 براحتك ايه، وجيت تطبع وجيت تقارنها ب 3 هتلاقي لا ان 3 مش بتساوي ايه مش بتساوي 4، تمام؟ طب شافل ده هنا بتعمل ايه؟
حد عارف يا باشمهندسين؟ ليه محتاج اعمل شفل للداتا اللي موجودة معايا؟ الناس معانا؟ حضرتك يا باشمهندس، المفروض ان هي قابلتكم قبل كده، يعني في كود ليه كنت بتحتاج تعملها؟ او معناها كده بتعمل ايه؟ حد يقول لنا؟ طيب ماشي. شوف ده هنا ان انت لو عندك مجموعه من الداتا، هنفترض ان انت بتتعامل دلوقتي مع الداتا سيت، ولا يكون زي المثال اللي كان الدكتور منزله لكم في المحاضره، موجود مثلا 15000 ايه 15000 صور، وكانت الصور دي للكاتس والدوجز، تمام؟ لو انت ما عملتش شوف للداتا، احنا بنتكلم الداتا عادي، فهنلاقي مثلا كان ترتيب الصور بتاعتنا ايه، اول 10000 كانوا حاجه واحده، كانت مثلا صور ايه للكاتس، واول والخمسه اللي بعدهم ال5000 اللي بعدهم لقيتهم ايه للدوجز، وجيت تعمل كلاسيفيكيشن للنتورك اللي موجوده معاك. فانت بتقسم الداتا لتريننج داتا وتستنج ايه تستنج داتا. جيت تقسم التريننج داتا، خدت وليكن اول 70% عشان تعمل عليهم تريننج، وسبت ال30% اللي ورا علشان تعمل عليهم ايه تستنج. لما جينا ناخد ال70% لقينا خدهم كلهم ايه على الكاتس مثلا، تمام، وحاجه بسيطه جدا مثلا من الدوجز، ودربنا النيورال نتورك، فاذا هي هتشتغل حلو قوي على الكاتس. وجيت في التستنج خدت 30%، فما لقيتش ولا صوره من اللي انا خدتهم من 5000 رايحين ايه للصور الكات للكات اللي موجوده معانا. فانت دلوقتي ايه، ما انتش عارف تعمل تستنج على صور الكات، فبالتالي ما انتش عارف تشيك النيورال نتورك بتاعتك. طيب لو جيت تعمل على صور الدوجز، ما انت اوريدي مثلا اكنك ما عملتش تريننج ليها على صور الدوجز، فبالتالي انت كل ما تدخل صور الدوج يا بتطلع ايه الاكيورسي تبقى فيري لو فيري لو، تمام، يعني كانك انت ما عملتش اي تريننج للنيورال نتورك. فانت محتاج ازاي تعمل تفنيطه للداتا، تلخبط الداتا، شفت اكنك بتفنط كوتشينه، بتغير في الكوتشينه علشان ايه تلخبط الورق. ده اللي احنا بنعمله عشان ما يكونش ليه ترتيب معين، فيبقى الصور كلها داخلة في بعض، مثلا صورة كات صورة دوج وهكذا، ما يبقاش فيه ترتيب معين للصور ورا بعض، تمام كده يا باشمهندسين؟ فده اللي احنا بنعمله. تنسر فلويد دوت كونستانت، وهنا ماتريكس عادية 3 فيكتور، تمام، 3 في 2 بدون ما عملت لها ايه شفلد. طب لو انت عايز تعمل شفلد تي اف دوت راندوم دوت شفل، وهنا نوت شفل اللي هي بتاخد الداتا دي. طيب هنا كانت الداتا بتاعتنا اللي انا مدخلها، الماتريكس عبارة عن ايه 10 7 3 4 2 5. طب لما جيت اطبع بعد ما عملت شفل للداتا، بعد ما عملت تفنيطه للداتا، طلعت لي كام؟ 10 7 2 5 3 4. غيرت ترتيب ايه الفيكتور، تمام كده، وده اللي بتعمله في الايمج، هي بتغير ترتيب الايمج براندومانيست معين، تمام. طب بناء على ايه برضه؟ بناء على سيد هنا اللي احنا قلناها، اللي هي لما كنا بنتكلم جنريتور فروم سيد، اللي انا حسيت الراندوم هنا بكام، انت كنت مثلا بتخليها 42، اي رقم انت عايزه علشان ايه تضمن الترتيب بتاعك يتغير بطريقه معينه، تمام. يبقى تي اف دوت راندوم دوت شفل هي بتاخد ايه، خدت هنا الفاليو والسيد اللي انت اللي بتستها والنيم، تمام، واضح كده. تمام، يبقى في كل مره بقى انت عايز تستخدم الشفل، زي ما قلت لك هتست تي اف دوت راندوم دوت سيت سيد، دي هتلاقيها ثابته اصلا معاك، يعتبر في كل كده تفتحه ايا كان بقى الرقم اللي انت عايز تستخدمه، تمام كده.
واي كود اللي بيتكتب بعدها زي ما قلت لك انت كده الراندوم اللي طلع معاك ب 42 مثلا مقدار التغيير اللي بيطلع معاك 42 بقى كنت عايز مثلا تشوف الشفل دي بتاعتك تي اف دوت راندوم دوت شفل وتاخد اي داتا انت شغال عليها وتعمل لها ايه ترتيب عشوائي للداتا علشان ايه تلخبط زي ما قلنا الورق بتاعك. واضح لحد الان يا باشمهندسين؟ يبقى تاني في تنسور كان عندنا كونستانت وعندنا فاريبل. الكونستانت ما ينفعش تعدل عليه، فاريبل ينفع تعدل عليه. بتستخدم الراندوم علشان تعمل كرييشن لمجموعه الويتس اللي موجوده معاك، تقدر تغير في الترتيب العشوائي ديت باستخدام مثلا شفل، تمام كده. سيت سيد هي اللي بتغير درجه العشوائيه بتاعه الكود اللي انت بتعمله جنريشن، تمام. طيب معايا مجموعه من الماتريكس ثانيه، لو قلنا تي اف دوت 1 زودتها اي شيب انت عايزه، شيب 3 في 2 شيب 3 في 4 اي حاجه، فبتطلع لك ماتريكس كلها ايه كلها وحايد. طب الزيروز ماتريكس كلها اصفار. طيب هنا بيبقى عايز عرفني الفرق ما بين الماتريكس وما بين ايه وما بين او الفرق ما بين نمباي والفرق ما بين التنسر. النمباي هي عندي مش محتاج جي بي يو، انت لسه ما روحتش للفريم ورك الخاص بالديب ليرنينج، ده انت شغال برضو بايثون عادي او ما روحتش للفريم الخاص بالامبلمنتيشن للديب ليرنينج باستخدام مثلا تنسر فلو او باستخدام الالجوريثم الكبير اللي محتاج ايه، محتاج جي بي يو. زي ما قلنا الماتريك النمباي هي سكيلر از فيكتور از ماتريكس، لكن التنسر هو بيشتغل على ان ماتريكس مجموعه كبيره قوي من الماتريكس الموجوده معايا وده بتصنف في حاله ايه الايمجز الكبير. يعني هنا لو عملت import numpy as nb numpy ايه اللي هو as اي اسم انت عايزه nb dot range، الرينج هنا من 1 لـ25 والداتا طيب انت اللي محدده nb dot integer 32، تمام كده. الناتج اول حاجه بتاعت numpy ايه طلع بكام؟ الفانكشن اللي اسمها range هتعمل ايه؟ حد عارف تعمل ايه؟ مش منسين ناس نايمة ولا معانا؟ شباب معاك يا باشمهندس، بتعمل ايه بقى؟ بتطلع ست فيها الارقام من 1 لـ25 والاستيب لو ما كانتش موجودة هتبقى 1 واخر رقم مش معانا، تمام. هي طلعت لي ارقام انتجر من 1 لـ25 1 2 3 4 وبتسيب ال 25 ما بتاخدوش معانا. طيب هنا انا عايز اخد الاري او الليست اللي طلعت دي احولها ايه؟ احولها الاري الشيب بتاعها كام؟ 2 × 4 × 3، تمام كده. طيب 4 × 3 قلنا ان هي هتبقى ديت السايز اوف ماتريكس اللي هي كام؟ 4 فيكتور في 3 ايه كولوم، تمام. و2 ان هي مكرره ايه مرتين، ادا 1 ادا ايه ادا 2، تمام. طب لو انت كنت عايز تخليها 2 في 4 في 6 مش هينفع، لان عدد الاليمنت بتاعتك كلهم هي ال2 في ال4 في ال3، فده بيديك ايه مجموعه الاليمنت اللي موجوده معاك. يبقى انت كده حولت من نمباي من الليست اللي كانت طالعه لك في نمباي حولتها الى ايه؟ الى تنسر اذن اري او اذن ماتريكس. طيب الانفورميشن اللي طالعه من التنسر زي ما كنا بنتكلم الشيب والان دايمنشن، طيب هنا الشيب عادي اللي هو اللينث، والرانك بتاعك هنا كان السكيلر بياخد رانك 0، الفيكتور بياخد رانك 1، الماتريكس بتاخد رانك 2، التنسر بياخد ايه رانك ان، لانه انت عندك هنا سايز اوف ماتريكس كتير مع بعض فانت هنا مش محددها فعشان كده بتديله ايه ان. والدايمنشن ديت كده اللي هي الاكسس سواء كانت اكس او واي، والسايز ده كده التوتال نمبر اوف اليمنت اللي موجوده معاك. مش هندخل قوي في الحته دي البوينت دي دلوقتي، فكده زي ما كنا بنقول لو عايزه سيت ماتريكس كلها زيرو، تمام.
طب هنا التعامل بقى مع التنسورز المختلفة. أنا هنا تنسور tf.constant وخليته إنه عبارة عن matrix 2 vector 10 و7 و3 و4. ينفع تجمع على كل الإليمنت اللي موجودة معاك أي رقم تمام، بتاخد تنسور بلس 10 فهياخد العشرة هنا ويجمع على كل الأرقام اللي موجودة معاك. ينفع تطرح، ينفع تضرب، ينفع تعمل أي operation أنت عايزها عليه. تمام كده يا شباب؟ يبقى سواء كان الضرب باستخدام أستريك 10 أو باستخدام إيه؟ مالتبلاي تنسور، الفانكشن اللي اسمها مالتبلاي، وبتاخد التنسور إذا طيب أو إذا فاليوم اللي هي كانت X و Y وبتديها إيه الرقم اللي أنت عايز إيه تضرب فيه. بتنسر هنا مثلا كأنها X والتن كأنها Y فبتضرب الواي في الإكس. تمام كده؟ يبقى خدت تنسر اللي هو الداتا تايب اللي أنا مدخلها وضربتها إيه في رقم 10. طب ماتريكس مالتبليكيشن، عايز أضرب بقى الماتريكس باستخدام إيه؟ TF دوت مات مال اللي هي ماتريكس مالتبليكيشن. تمام؟ إيه بالظبط هنا. ده كده الدوت برودكت. علشان تضرب ضرب مصفوفات كان ايه اللي لازم يكون موجود معاك؟ ايه اللي يتحقق؟ لو هنا الماتريكس 3 في 3 وهنا الماتريكس 3 في 2 يبقى لازم يكون عدد صفوف الاولى بيساوي عدد اعمدة ايه التانية، الوسطين يكونوا ايه بيساوي بعض، وتبدا تضرب كل صف في ايه في كل عمود وتطلع ايه الناتج. فالكلام ده بقى انت بسيط يعني. فانت زي ما قلت لك بتضرب تو ماتريكس اللي هي باستخدام مات مول تنسور مثلا اذا ماتريكس وتنسور اذا ماتريكس ديفرنت ماتريكس فبتضربهم في بعض، او باستخدام العلامه اللي اسمها ات. بس العلامه اللي اسمها ات هنا لو جيت تضرب الاكس في الواي لازم الاثنين اذا سيم شيب، يعني الاثنين مثلا الشيب بتاعهم مثلا 3 في 3 او 3 و3 فبيكونوا ايدنتيكال فبتضربهم ايه في بعض. حاجة مهمة جدا محتاج برضو تعملها اللي هي ايه؟ reshape وترانسبوز. reshape ليه؟ علشان تغير في الأبعاد بتاعتك، وترانسبوز علشان انت عايز تدور مثلا الماتريكس تدي لك مثلا لو كانت أبعادها 3 في 2 لا أنا عايز أخليها 2 في 3 علشان أعرف أعمل الكلام ده. زي ما انت كنت في النيورال نتورك بتقول ايه الإكس في الدبليو بلس ايه بلس البايز. طيب الدبليو هنا محتاج تعمل لها ترانسبوز علشان تمشي الدايمنشن بتاعتها مع أبعاد الإكس. تمام؟ والإكس كان 1 ايه 1 فيكتور، هو مثلا كان بيبقى عبارة عن 3 في 1 والويت كان بيبقى عبارة عن كام مثلا 2 في 3 او اي رقم موجود 3، فانت كنت بتحتاج تعمله ترانسبوز عشان تخلي ان ان الصفوف الاولى هي نفسها ايه اعمدة التانية، او الصفوف او الاعمدة الاولى هي صفوف ايه صفوف التانية. تمام كده؟ فتعرف تضربهم في بعض. طيب هنا tf.reshape والواي، الواي كنا عاملين لها creation as a matrix وهنا انا عايز اخلي الريشيب بتاعها بتاخد الشيب الجديد كام؟ 2 في 3 بدل ما كانت 3 في 2 عايز اخليها ايه 2 في 3، فبتعمل ريشيب وبتديها ايه الابعاد الجديده بتاعتك اللي هي 2 في 3. المهم ان يكونوا ايه نفس عدد الاليمنت كانت موجوده في الاولى هي نفس عدد الاليمنت اللي هتبقى ايه موجوده في الثانيه. ده كده الاكس والواي، الاكس بتاعت اللي هي تي اف دوت كونستانت ومديها 3 فيكتور 1 2 3 4 5 6 والواي نفس الحكايه 3 فيكتور وواخد ايه مجموعه من الارقام. يبقى انا كده عرفت ان الواي هي الشيب بتاعها كام؟ 3 في 2. طب عايز اعمل ريشيب للكلام ده، يبقى بثيت الشيب الجديد ان هو ايه 2 في 3. عايز اضرب الاكس في الواي، الاكس كانت طالعه معايا اللي هي كانت عباره عن كام 2 في 3 او هنا برضو 3 في 2 ده كده بالنسبه للاكس. طيب لو جيت اضربها مع الواي ما هي 3 في 2 و3 في 2 مش هينفع اضرب، يبقى لازم اعمل ريشيب للواي عشان اخليها كام 2 في 3، فيبقى كده عدد اعمده الاولى ثوت عدد صفوف الثانيه فاعرف ايه اضرب في بعض. فعملت ايه ريشيب للواي وراح اضربها في الاكس فنفع ان انا اضرب طلع ماتريكس جديده الشيب ليها كام 3 في 3. الترانسبوز زي ما قلنا بيدور المصفوفه بخلي الصفوف اعمده والاعمده صفوف، مات مال اضرب الاثنين في بعض على طول. تمام كده يا باشمهندسين؟ واضح.
واحد يا باشمهندسين كده. حد ليه اي استفسار؟ باشمهندسين شباب الناس معانا حد يرد يا شباب؟ مع حضرتك يا باشمهندس. حد لقى استفسار؟ شكرا يا باشمهندس. لسه مكملين. طب الماتريكس مالتبليكيشن زي ما قلنا ده كده الشكل، ان انا عايز اضرب ماتريكس 3 في 2 في ماتريكس كام؟ 2 في 3. فبتبدا هنا ايه، اكنك بتاخد الماتريكس الثانيه تحطها على الماتريكس الاولى. شفت هنا الشكل عمل ايه؟ هو بيبدا يضرب ايه، الصف في عمود صف في عمود وهكذا، ويطلع ايه الاليمنت المختلف. طب عايز اطلع المينيمم والماكسيمم والمين والصم باستخدام فانكشن اسمها تي اف دوت ريديوس مينيمم ريديوس ماكسيمم ريديوس مين ريديوس ايه الصم. هنا الكونستانت عادي، انا ان بي دوت راندوم راند انتجر من الزيرو للمية، طلع لي 50 رقم من الزيرو ايه للمية بترتيب عشوائي، بيبدا ان هو ايه من الزيرو للمية ويطلع ايه 50 رقم. فهنا عمل لي ايه الترتيب بتاعي، طلع لي مجموعه من الارقام، عايز اشوف اقل رقم موجود جواهم. فتي اف دوت ريديوس مينيمم وادي له النيم للداتا اللي انا عايز اشوف ايه المينيمم داتا اللي موجوده. فلقيت ان اقل داتا موجوده جواها 2 وماكسيمم داتا 93 ريديوس ماكسيمم وهكذا. المين، المين هنا اللي هو ايه كانه الافريج بتاعنا، فطلع ب 45. والصم مجموع كل الاعداد اللي طلع اديها لي 2262. طب عايز اشوف بقى لو انا شغال على الجي بي يو ولا شغال على السي بي يو. تمام، احنا قلنا كده احنا شغالين على ايه في البدايه. شغالين على ايه يا شباب؟ السي بي يو. السي بي يو، فانا باستخدام الكوماند اللي هو اسمه tf.configuration او config.list.physical_devices انا عايز اشوف ايه الديفايس اللي انا شغال عليه. فهنا انا بقول له السي بي يو، لو الاول كتبت له سي بي يو المفروض كده ايه وعملت الرن اداني ايه physical device name السي بي يو بزيرو device type سي بي يو، يبقى انا كده شغال على السي بي يو. طب لو جيت رجعتها تاني وخليتها ايه جي بي يو، فلا ما ادانيش اي حاجه خالص. طالما ما ادكش حاجه يبقى انت اوريدي ما انت شغال على الجي بي يو. تمام، طب لو انا غيرتها، انا عايز اغير بقى دلوقتي ايه الداتا تايب من هنا او الران تايم وعايز اخليها الجي بي يو، هروح اغير هنا الران تايم تشينج ران تايم تايب واخليها ايه الجي بي يو واعمل سيف. شوف هيعمل كونكت من جديد، بس معنى ان هو عمل كونكت من جديد يبقى اي حاجه انت كنت عامل لها ران هي ما اتسجلتش معاك. يعني مثلا لو جينا نعمل تي اف دوت ريديوس سام للاي، هو ما يعرفش الاي ديت ايه، لازم تروح تعمل ران للسيل اللي كانت موجود فيها ايه الاي. تمام، لو جينا هنا عملنا ران اداني ايه اداني ايرور، هو ما يعرفش تي اف لان اوريدي برضو محتاجين نعمل ران للسيل اللي كان فيها امبير تنسر فلو اس تي اف وهكذا، وما يعرفش الاي اللي هي ايه. بس ايا يكن احنا بنعملها علشان ايه الخطوه دي دلوقتي، انا عايز اعرف انا شغال على الجي بي يو ولا لا، فبروح هنا بعمل ران. طيب هنروح بس نران هنا اللي هي ايه امبير تنسر فلو STF ونرن. تمام كده ونرن السيل دي كده اداني ان انا ايه الديفايس نيم بتاعي اللي هو ايه جي بي يو. تمام، نفس اللي تحتها انا هنا غيرت للجي بي يو هي هي يعني اللي كنا بنكتبها. نروح نغير بقى تاني للسي بي يو
حد ليه أي سؤال يا شباب؟ حد ليه أي سؤال يا باشمهندسين؟ طيب نشوف جزء تاني موجود معانا. Neural Network Classification with TensorFlow. تمام كده؟ الناس فايقة ولا نايمة؟ كفاية كده النهاردة يا باشمهندس. هنكمل بس جزء أخير صغير، لأن المفروض أصلاً كان الدكتور منزل كده يعني مثال كبير شوية، بس أنا حبيت أن أدوكوا Introduction عن TensorFlow علشان تبقوا عارفين لما تجوا إيه تشتغلوا في الكودينج. جزء بسيط بس صغير. تمام؟ في الأمور كده سهلة ولا لا؟ يعني الناس حاسة باستفادة ولا انتوا نايمين مش معانا؟ شباب مش منسين؟ لا احنا صحينا مش منس. طيب في استفادة كده؟ حدش بيرد ليه؟ يوسف اللي بيقول احنا صحيين، في استفادة؟ تمام. اي تمام نكمل. بروبلم الكلاسيفيكيشن يا شباب يعتبر كانت من اشهر البروبلم اللي كانت موجودة، بس حاليا دلوقتي خلاص يعني اتهرت، سواء كانت في الريسيرش او في الاندستري كان كله شغال عليها، ان هو عايز يعمل كلاسيفيكيشن لمجموعه مثلا من الايمج لمرض معين. يعني مثلا حتى زي كورونا اللي احنا فيه دلوقتي ناس كتير قوي اشتغلت عليه، عايزين يشوفوا مثلا الرئه السليمه من الرئه اللي هي مش سليمه اللي عندها كورونا، وناس عملت سواء رسائل ماجستير او دكتوراه في الموضوع ده كتير يعني. وهو الشغل في الكلاسيفيكيشن هو ممتع، يعني مش ان هي حاجة صعبة او كده، لا هي سهلة وممتعة جدا، يعني الطريقة سهلة، بس الفكرة زي ما قلنا ان انت بتحاول في الاخر تعدل حاجة في النتورك على حسب الشغل بتاعك. يعني زي ما قلنا الموضوع اصلا في التراك ده ماثيماتكس، في شغل ماثيماتكس في صوت. يا ما كانش في صوت يا باشمهندس، ما سمعكش باشمهندس. تمام كده الصوت واضح؟ اه تمام. تمام. يعني زي ما قلنا في الكلاسيفيكيشن انت تقدر تعدل، واحد ممكن يعدل في الامبلمنتيشن بتاع النتورك نفسها، تمام؟ واحد تاني لا انا عايز اعدل في حاجه معينه في المعادله اللي انا شغال بيها. هتلاقي عندك معادلات كتير، يعني احنا بنتكلم ان جنرال انا عايز اعدل مثلا في معادله مثلا بتاع الايرور، اي معادله هتغير برضو في النواتج بتاعتي. الشخص ده او الراجل اللي شغال ده بيعدل ايه؟ ماثيماتكس. واحد تاني زي ما قلنا بيعدل في الامبلمنتيشن. يبقى كل واحد على حسب هو بيعدل فين، هو بيتارجت برضو حاجه معينه من ورا الكلام بتاعنا ده. في الاخر كلنا عايزين نحصل على ايه؟ على نتيجه تكون مثلا نعلي في الاكيورسي، يعني نقلل في الايرور. تمام. عايز لما اجي اعمل كلاسيفيكيشن ما بين صور مثلا الكات والدوج، لا انا عايز اوصل لاكيورسي ما حدش بيوصل ل 100% بس مثلا 99.8 مثلا في المية وهكذا. طب الكلاسيفيكيشن سواء باينري كلاسيفيكيشن، مالتي كلاس كلاسيفيكيشن، مالتي ايه ليبل كلاسيفيكيشن. في الباينري كلاسيفيكيشن هنا مثلا ما بين الزيرو والون. في المالتي كلاس كلاسيفيكيشن لا انا عندي بقى اكتر من كلاس، عندي مثلا بيرسون، عندي كار، عندي دوج وهكذا. عايز لما اعمل تريننج للنيورال نتورك هتودي لي كل ايه واحد في الحته بتاعته، كل مكان في الجهه بتاعته.
مالت ليبل كلاسيفيكيشن سواء بقى انت شغال على الويكيبيديا ارتكل مثلا وعايز تقسمها لانهي كاتيجوري انت شغال فيه، تمام كده؟ زي زيها كانها مالتي كلاس كلاسيفيكيشن، تمام؟ اللي هي المالتي كلاسيفيكيشن. يعني هنا احنا عايزين هنبص على امبلمنتيشن بسيط كده على النيورال نتورك اللي موجوده معانا. بس في الاول تبقى انت عارف ان الاكس هي اختصار للفيتشر، وقلنا الفيتشرز اللي هي الداتا اللي هي الانبوت بتاعتك، والواي اللي هي الليبل ديت الاوتبوت بتاعتك. يعني مثلا كاننا احنا بنقول ايه، الارقام اللي اقل من زيرو والارقام الاكبر من زيرو. اي رقم اكبر من زيرو بيروح لكلاس 1، اي رقم اقل من زيرو هيروح لكلاس ايه زيرو، تمام؟ يعني 7 ماينس 7 من 10 هيروح لزيرو، 1.2 هيروح لواحد. يبقى انت اول حاجه لازم تكون موجوده معاك هي الداتا سيت، الداتا اللي انت شغال عليها. بعد كده بتعمل كرييشن للموديل بتاعك، كرييت كومبايل فيتنج، وبتعمل بعد كده امبروفنج وايفالويشن. يبقى الخطوات بالترتيب: كرييشن للموديل، كومبايلنج، كرييشن اللي انت بتعمل ايه، عايز كام لايرز جوه ايه، جوه النتورك بتاعتك، الانبوت لاير، الهيدن لاير، الاوتبوت لاير، ايه اللي موجود جوه كل لاير من اللاير ديت، عدد النيورونز، يهمني ان اعرف عدد النيرون، يهمني ايه تاني اعرفه. يبقى انا عندي الانبوت لاير، عندي الهيدن لاير، عدد النيرونز في الهيدن لاير، الاوتبوت لاير شكلها عامل ازاي، الهيدن اكتيفيشن، الاوتبوت اكتيفيشن، اللوس فانكشن، الاوبتمايزر، الانبوت لاير هيهمني ان ابقى عارف موجود فيها كام نيرون، سواء كنت شغال باينري كلاسيفيكيشن او مالتي كلاسيفيكيشن. الهيدن لاير هنا مينيمم 1 ماكسيمم انليميتد، يعني براحتك. مثلا انا واحد عايز يخلي لي الهيدن لاير موجود عنده عدد كبير جدا من اللاير واحد، لا انا هعمل هي اللاير واحده بس للهيدن لاير، سواء كنت شغال باينري او مالتي اي كلاس كلاسيفيكيشن. نيرونز بير هيدن لاير مثلا من 10 ل 100 من 10%. الاوتبوت لاير في السنجل او في الباينري كلاسيفيكيشن 1 كلاس، في المالتي كلاسيفيكيشن على حسب انت شغال ازاي، في النوع الاكتيفيشن فانكشن المستخدمه، عايز تستخدم انهي فانكشن، ريليو فانكشن، سيجمويد فانكشن، تنش فانكشن، فبرضه على حسب. في المالتي كلاسيفيكيشن بيشتغل السوفت ماكس اللي هي في الاوتبوت اكتيفيشن فانكشن. اللوس فانكشن، اللوس فانكشن ودي الموضوع هنا كبير شويه، وعندك اصلا كورس كامل السنه الجاي في رابعه اللي هو الانفورميشن ثيوري اللي هي نظريه المعلومات، ومن الكورسات المهمه جدا عشان تبقى انت عارف انت شغال في انهي لوس او انهي واحده هتستخدمها عشان تنفع مع الداتا اللي انت شغال عليها دي. يعني مثلا هنا كروس انتربي ولا شغال باينري كروس انتربي ولا شغال ايه بالظبط، تمام كده؟ طب الاوبتمايزر مجموعه كبيره جدا برضو موجوده معانا من الاوبتمايزر، وهو بيعدل وبيحسن في النتائج. اهمها والحد الان واللي بيدينا نتائج كويسه هو ادم اوبتمايزر، وهو الجوريزم معين عشان يحسن في الداتا بتاعتي، ان انا بقعد اعيد في التريننج نتورك بتاعتي وتتحسن لي في الاوتبوت بتاعي او في الاكيورسي بتاعتي. والستوشاستيك جريدينت ديسنت اوبتمايزر، تمام كده يا باشمهندسين؟ يبقى انا هنا هعمل كونكت، كده انا متصل بالسي بي يو، امبورت تنسر فلو اس تي اف، واشوف الفيرجن. محتاج زي ما قلنا اول حاجه خالص انا عايزها هي داتا سيت، نفس يعتبر كان المثال اللي كنت ايه الدكتور كان منزله لكم. فروم اس كي ليرن دوت داتا سيت امبورت ميك سيركلز. ميك سيركلز دي مجموعه من الداتا، هي داتا سيت موجوده جوه اللايبراري اللي اسمها ايه اس كي ليرن. يقدر اي حد يعمل سيرش على ميك سيركلز هيجي له ايه، هي عباره عن ايه الداتا سيت ديت، الفانكشن نفسها بتاخد ايه، بتاخد ان سامبل، عدد السامبل اللي موجوده ايه، عدد الداتا اللي انت عايزها، النويز اللي هتأثر على الداتا ديت بمقدار قد ايه. هنا احنا مخليها 3%، تقدر تخليها اي رقم. مثلا راندوم ستيت زي ما قلنا هنا ست راندوم اللي عايزة برضو بتغير او بتعمل راندومينستي بقيمة مقدارها عاملة ازاي. وبين هنا وقف فانا عايز مثلا عدد البيانات اللي موجودة معايا 1000، والفانكشن هنا بتعمل ريتيرن الاكس واي، تمام كده؟
قلنا الاكس هنا اللي هي الانبوت والواي اللي هي الاوتبوت. الاكس طلع معانا ماتريكس من 2 دايمنشن اللي هي اكس اوف 0 واكس اوف 1. اكس اوف 0 مجموعه من الارقام واكس اوف 1 مجموعه من الارقام، تمام؟ منها ايه الاكبر والاقل من الزيرو. طيب والواي هي الليبل، سواء كان الرقم ده مثلا يعني ادب بوينت 7 من 10 فبيصنف كانه ايه 1. طب الرقم اللي بعده بيصنف كانه 1، الرقم اللي بعده بيصنف كانه 0، يبقى الواي هنا هي اللي بتقول لي. تمام كده يا باشمهندس واضح؟ اللايبراري اللي اسمها بانداس هنا علشان تقدر تتعامل مع الداتا اللي انت مدخلها باي شكل انت عايز، وبتتعامل مع الفايلات اللي هي دوت سي اس في فايل او اكسل فايل او الكلام ده كله، تمام؟ طب امبورت بانداس اس بي دي سيركلز نروح هنا عايز اعرض الداتا بتاعتي بشكل معين باستخدام ايه الداتا فريم اللي هي بانداس دوت داتا فريم، وعايز اعرضها باستخدام ايه صفوف واعمده اللي هي في تيبل يعني. فبخلي اول كولون اللي هو اكس 0، ثاني كولون اس 1، ثالث كولون اللي هو ايه الليبل، واخد اندكس من 0 1 2 3 4 علشان اعرض الداتا واقول ان اكس 0 هي ب 7 من 10، اكس 0 اوف 0، اكس 0 اوف 1، اكس 0 اوف 2 وهكذا، اكس 1 اوف 0، اكس 1 اوف 4 طلعت بكام. طب الداتا اللي هي كانت اكس 0 اكس 1 كانت بتاخد ايه الاوتبوت بتاعها المفروض يكون 1. طيب الاكس 0 اللي هي في تاني صف بقى نفس الحكايه، الليبل بتاعها كان عامل ازاي، تمام كده. يبقى هي طريقه لعرض الداتا، تعرضها ايه براحتك. هنا عايز ايه اكونت اشوف انا عندي كام الكلاس 1 وكام كلاس 0. فلقيت انا عندي كلاس 1 ب 500 وكلاس 0 ايه ب 500 اللي هي سيركلز. سيركلز ديت اللي هي جايه من بي دي دوت داتا فريم دوت ليبل دوت ايه فاليو كاونت. ادي لي الداتا اللي عندك سواء كانت 1 او 0 شوفها بكام، تمام كده. اهم حاجه وانت بتتعامل مع الداتا بتاعتك ان انت تعرف ازاي تعمل لها ايه فيجوالايز للداتا بتاعتك. لازم فيجوالايز الداتا علشان تشوف الداتا قدامك شكلها عامل ازاي. ادي مجموعه الداتا بتاعتنا، انا بعمل فيجوالايز باستخدام اللايبراري اللي اسمها مات بلوت ليب دوت باي بلوت اس بي ال تي وبي ال تي دوت سكاتر داتا، وارسم الداتا بطريقه ايه سكاترنج بطريقه متوزعه. فهنا انا رسمتها واديت السي هنا اللي هي الكالر، تمام كده. والسي ام بي ديت كود معين بياخده علشان يحدد اللون بتاعي شكله عامل ازاي. لغيته مش هيأثر معاك في حاجه دلوقتي، اللي هو الكوماند ده كده هو مجموعة من الكوماند بيكون ثابت فانت بتغير فيه براحتك. برضو بتشوف الاسكاتر هنا بتتعامل مع انت ازاي، او مات بلوت ليب بتتعامل مع الرسومات ازاي جوه ايه جوه بايثون، تمام كده. لحد الان الكلام ايه عادي. فبشوف الاكس شيب والواي شيب، فبلاقي ان الاكس عبارة عن 1000 في 2 والواي هي از سكيلر لينث الاكس ولينث الواي ب1000. X of 0 Y of 0 ده كده بجيب أول قيم موجودة جوه الX اللي هي X 0 و X 1 Y of 0 اللي هي الليبل الخاص ب X 0 X 1، تمام كده؟ واضح يا باشمهندسين لغاية الآن؟ شباب واضح يا باشمهندسين؟ كفايه الجزء ده كده يا باشمهندس. هكمل بس على السريع علشان حتى تبقى انت عارف معاك عن الامثله، الجزء بسيط جدا يعني ما تقلقش. هحاول بس الناس تركز معايا اخر 5 دقايق، همر بس على الكلام ده ممكن نقوله تاني عادي في اي مثال جاي، تمام؟ بس عشان بس المعلومه لو ما اتقلتش المره دي ممكن ما اتقلقش تاني. فاستب هنا الموديلنج اللي هي انا عايز اعمل زي ما قلت لك ايه، تبقى انت عارف الخطوات كده، كرييت للموديل، كومبايل للموديل، فيت للموديل، تمام كده. هنبص برده على زي ما قلنا كرييشن للموديل ان انا ببني النتورك بتاعتي، كومبايل انا برن الموديل بتاعي، فيت الموديل بدرب الموديل بتاعي. يبقى ببني الموديل ادرب الموديل إيه، او ببني الموديل وران الموديل وبعد كده ايه بدرب الموديل بتاعي على الداتا سيت اللي انا مدخلها. يبقى في الاول الداتا سيت. طيب هنا خلينا نعمل بقى كرييشن للموديل بتاعنا tf.random.setSeed ب 42. زي ما قلت لك الخطوه دي انت بتعملها في الاول علشان مش هتكررها تاني، فانت اي راندوم محتاجه معاك في البروبلم او في الالجوريزم او في النتورك اللي انت بنيه خلاص انت بتسيته كام ب 42.
موديل 1 بتساوي ايه؟ تي اف دوت كيرس. كيرس ديت احد برضو الاي بي اي او خلينا نقول اللايبراري اللي موجوده جوه تنسر فلو، هي برضو موجود جواها كل الامبلمنتيشن فروم سكراتش للنيورال نتورك، زي الاكتيفيشن زي اللاير. ما عمتش هبني فروم سكراتش بقى دلوقتي، لا اللاير جاست بس ان انا بستدعي الكوماند اللي اسمه تي اف دوت كيرس دوت لاير دوت دنس. يبقى انا كده مديها رقم واحد. واحد هنا بيدل على ايه؟ عدد النيورون اللي موجود معايا ايه في اللاير دي. يبقى ده كده الفوق او النتورك ديت هي 1 لاير بس، تمام؟ اللي اسمها تي اف دوت كيرس دوت لاير دوت دنس 1 1 لاير 1 نيورون. طب لو كنت كررتها كمان مره يبقى 1 لاير او 2 لاير، وعايز تغير في العدد هنا هتغير في عدد النيورون اللي مستخدمه معاك، تمام كده؟ يبقى موديل 1 بيساوي ايه؟ بيساوي تي اف دوت كيرس دوت سيكوينشال، وتاخد بالك ان الاس كابيتال دي كده ثابته لازم هتتكتب معاك، والقوسين، وبعد كده بتفتح اقواس مستطيله وتكتب جواها ايه بالست عدد اللايرز اللي انت عايزها. فكده زي ما قلت لك انا معرف 1 لاير واحده جواها ايه 1 نيورون. طب كومبايل للموديل بتاعي، خد بالك انا موديل 1 اللي هو هنا دوت كومبايل بتديله ايه؟ بتديله اللوس، بتديله الاوبتمايزر، بتديله ايه الماتريكس اللي انت عايزه ايه بيحسبها. انا شغال على الاكيورسي، ان انا عايز احسن في الاكيورسي اللي طالع. طب اللوس، نوع اللوس اللي موجوده معاك ايه؟ طيب هي من جواها اللوس بتساوي تي اف دوت كيرس دوت لوسز دوت باينري كروس انتربي. الكلام ده لازم تكتبه بايدك، هتلاقي كله ثابت. بص تي اف دوت كيرس ثابت معانا اهو، هنا تي اف دوت كيرس بتختلف من المنطقه الثانيه اللي هي ايه. هنا انت بتعرف اللاير، هنا انت بتعرف اللوس، هنا بتعرف الاوبتمايزر، تمام؟ يبقى تي اف دوت كيرس دوت لوسز دوت باينري كروس انتربي، وبعد كده الاوبتمايزر تي اف دوت كيرس دوت اوبتمايزر استوشاستيك جريدينت ديسنت اللي هو الاس جي دي، او ممكن ادم او اي نوع اوبتمايزر انت شغال عليه. طب والمتركس اللي انت شغال عليها الاكيورسي، انا شغال على الاكيورسي، يبقى انا بحسب الاكيورسي. طب فيت الموديل، بتدرب الموديل بتاعك على اي داتا؟ على الداتا اللي اسمها اكس وواي اللي احنا كنا جايبينهم من ميك سيركلز، تمام كده؟ طب والابوكس هنا عدد التريننج كام؟ يبقى انا بعمل تريننج 5 مرات، 1 2 3 4 5، وفي كل مره بتشيك الاكيورسي بتاعتي هي طلعت كبيره ولا صغيره. طبعا عملها مره تبقى صغيره 46%، لقيتها كبرت، بعد كده صغرت شويه، بعد كده ايه صغرت اكتر، صغرت اكتر، تمام؟ يبقى انت يهمك في كل مره ان الاكيورسي ايه محتاجها تزيد. انا عايز الاكيورسي كبيره علشان لما اجي اعمل بريدكت لاي داتا تطلع الداتا ايه هي في اي ليبل، سواء كانت 0 او 1، تمام كده؟ ده اللي يهمني اللي الموديل بتاعي بيقدر ايه يعمله. طيب بقعد اغير في ايه؟ بقعد اغير في اللاير، اقعد اغير في عدد الهيدن لاير، اقعد اغير في عدد النيرون جوه الهير، بغير في حاجات تانية موجوده وهنشوفها تاني اللي هي الاكتيفيشن فانكشن المستخدمه، اغير في النوع الاوبتمايزر، اغير في الليرنينج ريت، تغير في اللوسز برضو، تمام كده؟ واضح يا باشمهندسين؟ الناس مركزه معانا؟ طب هنا انا بعمل ايه؟ موديل 1 دوت فيت للاكس والواي. هنا معنى ان انا عملت دلوقتي ايه فيت للاكس والواي بقوبك 5. طيب خلينا نزود عدد التريننج ل 200. فيربوز هنا لو خدت رقم 0 معناه ان انا مش عايز اشوف ايه، ما اصل لو 200، بص لو خلينا نقول هنا دي ب 1، وتعالى نران ده كده الاول، فهنا بيورينا الخطوات وهو بيعمل تريننج. طب هنا هيقعد يعد لي 200 مره. طب لو كنت اصلا بعمل تريننج بمقدار 1000، فشايف انا هسيبه يعد براحته. الاكيورسي في الاخر طلعت بكام؟ بنص، اللي هي فمش كويسه، فعايز برضه اقعد احسن ايه فيه. طب لو كنت خليتنا بوزن بزيرو، بالست الفيربوز بزيرو هنا علشان ما تشوفش التريننج هو شغال عامل ازاي، ما ياخدش منك ايه مساحه، هو بيشتغل مع نفسه، بيترين مع نفسه وبيدي لك النتيجه ايه في الاخر. اللي هي موديل دوت ايفالويت الاكس والواي ايفالويشن، قيم لي بقى الموديل بتاعي، وريني الاكيورسي بتاعتك بعد ما عملت فيت. يبقى قلنا فيت للتريننج، وايفالويت بتشتغل على التستنج. يبقى انا المفروض كان عندي جزء من الداتا للتريننج وجزء من الداتا ايه للتستنج، وده اللي انت بتقسم فيه الداتا سيت. احنا لسه ما قسمناش، احنا اشتغلنا عادي، عملنا تريننج على نفس الداتا سيت، وعملت ايفالويت على نفس ايه، على نفس الداتا سيت اللي موجوده معايا، تمام كده؟ طيب نفس الكلام في موديل جديد بقى بعده، انا عايز اقعد احسن كل شويه في الموديل بتاعي.
فزودت كمان لير هنا، يبقى انا كان عندي 1 لير، لا انا زودت لير. تمام، زودت عدد التريننج وتشيك الاكيورسي، لقيتها لسه برضو زي ما هي 50% مش كويس، عايز اقعد اعمل امبروفنج للموديل الثاني. يبقى عشان تعمل امبروفنج للموديل احنا قلنا ايه، انت بتعمل كرييشن، بتعمل كومبايلنج، بتعمل فيتنج، عايز تغير في اللايرز اللي موجوده معاك، عدد اللاير، عدد النيرون، عدد الاكتيفيشن فانكشن، ده بالنسبه للكرييشن. اثناء الكومبايلنج تقدر تعدل في نوع الاوبتمايزر اللي موجود معاك، هتقدر تدخل جوه الاوبتمايزر وتعدل فيه، هتحتاج تعدل في الليرنينج ريت، وكنا اتكلمنا على الليرنينج ريت ده الستيب اللي ماشي بيها ايه الاوبتمايزر وهو بيعمل تريننج للداتا. بيكون موجود معايا حاجه اسمها مجموعه من الهايبر بارامترز. الهايبر بارامترز زي ما بنقول ايه، عدد اللايرز، عدد النيورونز جوه كل لاير، الاكتيفيشن فانكشن، الليرنينج ريت. تمام كده يا باشمهندسين، هنا انا قعدت ازود في عدد اللايرز، قعدت ازود في عدد النيورونز جوه كل لاير، وغيرت الاوبتمايزر، بدل ما كان ستوشاست جريدنت ديسنت خليته ادم اوبتمايزر. نرن، هنا فات الموديل وهنا الفيربوز، خلينا نقول بوان، مش هتعول بقى عليكم، ده اخر حاجة. لقيت ان الاكيورسي في الاخر لا ما تحسنتش، ده بالعكس بقت اسوأ، فانا محتاج اروح اعدل على الموديل بتاعي ايه زي ما قلنا. لسه بقى كنا هنضيف الاكتيفيشن فانكشن، وهندخل نعدل جوه الاوتوميزر، نعدل في الليرنينج ريت. تمام كده، وممكن نقلل التريننج، فنلاقي النتائج بتاعتنا ايه اتحسنت بشكل ايه، بشكل افضل عن كده كمان.